هكذا بدأ كوع الكحالة منذ أكثر من 50 عاماً. هنا سطر التاريخ رمزية هذه البلدة، حيث كتبت قصص بطولة وصمود، حتى إن إحدى الصحف الأجنبية وصفت في السبعينيات معارك الكحالة أنذاك بأكبر المعارك على أصغر بقعة أرض. أول شرارة في الكحالة كانت مع مقتل الفلسطيني سعيد غواش في تل الزعتر في أذار 1970. جرت محاولة نقله براً إلى دمشق عبر موكب مسلح، وخلال مرور الموكب في الكحالة كانت المواجهة. وقفوا برج من أهل الكحالة ومنعوا هذه المظاهر الابتزازية، صار مواجهة عسكرية مع الفلسطينيين بالطلعة وبالنزلة، راع عدد من القتلى. طلع الشيخ بشير تيوازر ويئازر شباب الكحالة، وأثناء توجهه للدكوانة كمان ليشوف الوضع الميداني هناك تم اختطافه، ولكن تدخل كمال جنبلاط المباشر والصارم أدى إلى الفراج عن بشير جميل. عام 1976 جبلت أرض الكحالة بملحمة بطولات، في وقت كان لبنان يعيش سطوة السلاح الفلسطيني. بصمودكم في هذا الموقع، بثباتكم في هذا المكان الطاهر. وقتها زحف الفلسطينيون مع جيش لبنان العربي بأعداد كبيرة قدرت بأكثر من 3000 مسلح باتجاه المناطق المسيحية تساندها 28 مصفحة وملالة وعربة معززة بالدوشكا. فقام أبناء الكحالة بصد الهجمات، ولم تنجح المحاولات للسيطرة على البلدة وإخضاعها، وانتصرت الكحالة مشكلة خط الدفاع الأول عن القصر الجمهوري في بعبدة. وقفوا شباب الكحالة من عمر 12 سنة وطلوع مسلحين بالوديان بجبال عسطوح بالغرف ناطرين هذا الهجوم للتصدي له. إزارتهم الأحزاب المسيحية وإزارهم الجيش اللبناني اللي طلع من الفياضية. هيدي المعركة أدت إلى 450 قتيل فلسطيني، وحتى في بعض المؤيدين لهذه الفصائل وصلت باعترافها بألف قتيل فلسطيني. أما المدافعين دفعوا ثمن 11 شهيد. هال 11 مقاوم أثبتوا أنه اللي عنده قضية هو اللي بينتصر بالنهاية. بين أذار 1976 وآب 2023 بقي كوع الأبطال كما يسميه الأهالي صامداً، وبقي على الموعد للدفاع عن الشرعية، وكأن التاريخ يعيد نفسه. صحيح الزمن تغير، لكن كوع الكحالة لم ولن يتغير.